صيفي هو برنامج من صندوق تنمية الموارد البشرية يساعد الطلاب والطالبات بأنهم يستغلون إجازتهم الصيفية بأنهم ينضمون في برنامج تدريبي خلال فترة الصيف. اسم سلطان بن سالم الزهراني، تخصص إدارة موارد بشرية في كلية الإدارة بجامعة الملك سعود. أنا اسمي محمد أحمد بفرض. اسمي مساعد عبد الله الوهيبي، مدرس التربية النموذجية، عمري 18، صف الثالث ثانوي. محمد المنصوري، طالب في الثانوية في مدرسة مجمع الأمير محمد بن سعود. اسمي عبد المجيد الحميد، أنا طالب في جامعة الملك سعود في قسم التسويق. أنا نور محمد، عمري 21 سنة، طالبة في جامعة الملك سعود، تخصص الإدارة المالية. الطالب يتدرب في أحد شركات القطاع الخاص، يتابع موظف معين ويستفيد من خبراته. طبيعة العمل في الـ IT بنشوف فيه هيلب ديسك، في نتوركينج، سكيورتي نتورك، أكتيف دايركتور، يعني صلاحيات نعطي، ونشوف كاميرات IP كاميرا وأشياء زي كده. دخلت هناك قسم الإدارة المالية، اكتسبت منهم أشياء كثيرة كويسة، خبرة يعني بالحياة وخبرة بالإدارة المالية نفسها اللي أنا أبغى أتوظف فيها. تجربتي في برنامج صيفي كانت جدا ممتازة، وطبقت الأشياء واستفدت من الأشياء اللي درستها وطبقت بعض المهارات اللي درستها. القسم اللي أنا أعمل فيه اللي هو قسم الـ Human Resource الـ HR، البوزيشن اللي أنا فيه اللي هو اللي بديت على برنامج السابق، بحيث أنه كيف أخذ البيانات من الموظفين الجدد أو من الموظفين اللي يحتاج ينعمل لهم أبديت، وكيف تدخل على برنامج الساب، وكيف مثلا الطلبات اللي تكون من الموظفين كخطابات التعريف، خطابات تثبيت الرواتب. هذه من الأعمال اللي أنا قاعد أتدرب عليها بالإشراف الموظف اللي أنا موجود معه. طبعا أنا قدمت على شركة المراعي وتدربت فيها خلال الصيف. طبعا الحمد لله يعني اكتسبت أول شيء أني تعرفت على بيئة العمل وتعرفت على أشياء تخص تخصصي أنا. أو يتدرب في أحد الجهات التدريبية المعتمدة في تخصصات مختلفة مثل الحاسب، الإدارة، أو الزراعة، الصناعة وغيرها. البرنامج هو فرصة كبيرة للطلاب والطالبات لاكتساب مهارات علمية تزيد من فرص توظيفهم مستقبلا، وأيضا هو فرصة لهم للتعرف على ثقافة بيئة العمل وعلى التخصصات المستقبلية اللي ممكن يعملون فيها. استفدت من برنامج تدريب الصيفي في أن ساعدني على تطوير مهاراتي العملية مثل الانضباط في الوقت والتواصل مع المدراء والموظفين والتغلب على ضغوطات العمل. أكثر شيء استفدت منه من التدريب الصيفي اللي هو الخبرة اللي أنا اكتسبتها من التعامل مع الناس والتعامل في بيئة العمل، وكيف أشوف الوضع بكرة لما نجي أتوظف. البرنامج أتاح لي الفرصة للتعرف على بيئة العمل، وبرضه يعني حضرني للتدريب التعاوني اللي إن شاء الله راح يكون الترم القادم. طبعاً أحلى شيء إنه كمان في الشركة كان في مشرف للتدريب، ومشرف التدريب كان في كل قسم رئيس قسم، فرئيس القسم بيشرف على المتدرب نفسه. طلعت أني أكون بالمحاسبة، تخصصي محاسبة، فاكتسبت خبرة كويسة من المحاسبة عند الشركات التجارية. البرنامج أيضاً يعطي فرصة لشركات القطاع الخاص لاكتشاف المواهب، تأهيلهم، ومن ثم توظيفهم مستقبلاً. الحمد لله رب العالمين، أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية برنامج التدريب الصيفي المعروف بصيفي لهذا العام. ربما ساهمت الشركات والمؤسسات الخاصة في تنويع الفرص الكبيرة جدا المتاحة لأبنائنا وبناتنا الطلاب، وفي هذه المناسبة أتقدم لهم بخالص الشكر، لأنه لولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم دعمهم الكبير لما نجح هذا البرنامج وحظي بهذا المستوى العالي من القبول. ونعيدهم إن شاء الله ونعيد أبنائنا وبناتنا الطلاب بأن هذا البرنامج سيستمر في التطور بناء على ما يردنا من تغذية راجعة وملاحظات ومدخلات منهم. في الأعوام السابقة تمكن صندوق تنمية الموارد البشرية عبر هذا البرنامج، برنامج صيفي، من تدريب عشرات الآلاف من طلاب المملكة العربية السعودية في جميع المراحل التعليمية في منشآت القطاع الخاص، سواء كان هذا التدريب عمليا في المنشآت نفسها أو في مراكز تدريبية بمساندة منشآت القطاع الخاص. هذا التدريب يأتي في مصلحة جميع الأطراف، يأتي في مصلحة الشركات التي تبحث عن كفاءات مستقبلية لاستقطابها، يأتي في مصلحة الطلاب والطالبات الذين يرغبون في تطوير مهارات عملية لهم حتى تمكنهم من الدخول بشكل أكثر سلاسة لسوق العمل في مستقبلهم القريب إن شاء الله، ويأتي في مصلحة المجتمع ككل الذي يرى أن أبنائه وبناته يرفعون من قيمتهم في سوق العمل ومن مهاراتهم العملية مقرونة بما يتعلمونه في المراحل التعليمية المختلفة.
الدعوة الأكبر والأهم هي لأبنائنا الطلاب من الجنسين وفي جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وأقول لهم هذه فرصة عظيمة جدا وكبيرة جدا، يتيحها لكم أطراف متعددون، تتيحها لكم المنشآت، منشآت القطاع الخاص، يتيحها لكم صندوق تنمية الموارد البشرية، المراكز التدريبية وجميع الأجهزة الحكومية أيضا التي تدعم هذا البرنامج، فاستفيدوا منها، لأن في انضمامكم لهذا البرنامج مصدر كبير وغني جدا من اكتساب المهارات العملية التي سيسألكم عنها جميع منشآت القطاع الخاص عندما تتقدمون للعمل في المستقبل القريب إن شاء الله. هذه فرصة ذهبية لكم لاستغلال هذا الوقت في الاستفادة من جميع هذه الفرص المتاحة لكم بالشكل المطلوب. أدعوهم وأتمنى أن يقبلوا هذه الدعوة وأن ينضموا وأن يجربوا الاستفادة من هذا البرنامج، وأنا متأكد إن شاء الله من أنهم سيحصلون على فائدة أكثر بكثير مما يتوقعون ومما يتخيلون. بصراحة من أهم البرامج اللي حنا حرصنا عليها اللي هو تدريب الطلاب الصيفي، بحيث أنه إحنا ممكن نستفيد منهم إن شاء الله عمليا، لأنه حنا صراحة التدريب القائم الآن مو بتدريب نظري فقط، هو تدريب نظري وعملي، لأنه إحنا بإذن الله نفكر أنه كل سنة نستفيد من التدريب الصيفي لنفس الطلاب، بحيث أنه بمجرد أنهم يتخرجون من المستويات حقتهم سواء الدبلوم أو البكالوريوس راح يتعينون إن شاء الله في شركة راجل الخدمات الإدارية بإذن الله برواتب ومميزات مغرية. بالنسبة لقطاع الشركات، وجدنا كثير من الشركات صراحة عندها المصداقية في أنه هي تدرب وتساعد على تهيئة وتنمية الشباب السعودي من خلال البرنامج الصيفي. البرنامج الصيفي كان البلاتفورم أو المنصة اللي ساعدتهم أنه هي توفر عن طريق البرنامج هذا الوظائف الصيفية. برنامج صيفي درب أكثر من 30,000 طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع أكثر من 1,000 شركة رائدة، ومتوقع أن البرنامج خلال 4 سنين يدرب مئات الآلاف من الطلبة والطالبات. ومطلوب من الشباب أنه يجتهدوا ويدوروا، وإن شاء الله لو لاقوا حتى فكرة الصندوق وفكرة التدريب عند الشركات، بحيث أنه لو خلص ثانوية أو جامعة هو يتدرب راح يلاقي فرصة، راح يكون له أولوية في الوظيفة دي. طبعا اللي حاب اللي يتدرب في الصيف ويطبق اللي درسه في الجامعة بشكل عملي أكثر، أنا أنصح أكيد أنه يقدم على البرنامج الصيفي. من خلال تجربتي أنصح جميع طلاب المدارس والجامعات بالانضمام لبرنامج التدريب الصيفي، لأنه راح يفيدهم حياتهم الأكاديمية مستقبلهم المهني. برنامج صيفي باختصار يهدف لتطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية لتنافس في سوق العمل. انضم لصيفي الآن واجعل لصيفك معنا.